فصل جديد من حكايات الهرب واللجوء يكتبه الأفغان الذين فروا من بلادهم قبل أسابيع وأشهر. الشرطة التركية داهمت مخبأ في مدينة فان الشرقية ضم 25 مهاجرا. جئنا مضطرين، ستقتلون طالبان إذا عدنا، حرب في أفغانستان ولا شيء في باكستان، لم نأتي إلى هنا للتسلية، فتركيا مكان أفضل مع بعض التسهيلات وسنكسب لإعالة والدينا، هكذا اعتقدنا. رجال وأطفال ونساء وصلوا مرضى ومنهكين إلى المنطقة الحدودية التركية الوعرة بعد رحلة طويلة عبر إيران. جئت من أفغانستان، الوضع صعب جدا بعد أن استولى الطالبان على أفغانستان بأكملها، لكن لا يوجد عمل، لذا اضطررنا للمجيء إلى هنا. المتطوعون المحليون وزعوا الطعام على اللاجئين وتواروا من أمام الكاميرا خوفا من حدوث مشاكل مع قوات الأمن التي تتخذ إجراءات صارمة ضد من يساعد المهاجرين غير الشرعيين. جئنا من أفغانستان ونريد الذهاب إلى أوروبا. الوضع سيء في أفغانستان بعد استلام طالبان للحكم. إنهم يقطعون الرؤوس. لا يوجد عمل وأصبحنا تعساء وفقراء ومهجرين. عبرنا الحدود للوصول إلى هنا. الحظ كان حليف الأفغان الذين وصلوا إلى مدينة تادفان بشرق تركيا. فالحدود مع إيران معززة بقوات الأمن، والجدار الذي يتم تشييده للحيلولة دون دخولهم إلى تركيا على وشك الانتهاء.